ريسينج أيها السيدات والسادة، أيها الحفل الكريم، انطلق الشوط الرابع لهذه الأمسية مع الخيل العربية الأصيلة لإنتاج محلي. انطلقت 14 من الجياد تتنافس على جائزة وقدرها 55,000 ريال. الصدارة والمركز الأول حاليا مع الجواد رقم 2 ساهر الليل السليمي للشيخ جاسم بن سحيمة، الثاني على الصدارة وعلى المركز الأول. قود في المركز الثاني لأحمد حسن الجهني في تقدم من وسط الجياد. المركز الثالث حاليا من ناحية السياج لدينا الجواد نور الميدان لأسامة عمر الدفع. رابع المراكز من وسط الجياد شعار الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني والجواد جحفل في تقدم على رابع المراكز. خامسا من الجهة الخارجية الشيخ بريسينج مع انفراد وتقدم يأتينا مع رونان توماس. المركز السادس حاليا مع تكساس للسادة مربط البدع. سابع المراكز رقم 9 أو رقم 8 الجواد تسلم لإضافي راشد الأرضي المري، خلفه تماما رقم 5 ينار لمربط أبو فاس. المركز العاشر حاليا مع الجواد رقم 3 اسكندر لمربط أرميلا وتأخر لبعض الجياد مثل الجواد اللي هو ذياب الشجاعة. عودة للصدارة وعودة للمركز الأول، جحفل على الصدارة حاليا مع ليو سالس للشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني. المركز الثاني يأتينا لتكساس للسادة مربط البدع في تقدم حاليا مع الخيال سفيان سعدي، والتقدم أيضا يأتينا من خلال قوت على المركز الرابع حاليا، وأيضا التقدم من خلال الجواد اللي هو اللزاز ونور الميدان. الخط المستقيم باتجاه خط النهاية، جحفل على الصدارة وعلى المركز الأول. المحاولات تأتينا على المركز الثاني، يبدو لي أنه الجواد تكساس في المركز الثاني أو اسكندر، ولكن الصدارة والمركز الأول مع جحفل. تكساس في المركز الثاني، المركز الثالث لنور القود نور في المركز نور الميدان في المركز الثالث، ولكن الصدارة والمركز الأول مع جحفل للشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني. المركز الثاني لإسكندر، المركز الثالث رقم 10 نور الميدان، رابعا الجواد رقم 8 تسلم، وخامس أو 9 الجواد فنان، والمركز الخامس لتسلم. ألف مبروك. Appreciate it, my man.